السلام عليكم يا ابطال طيور الجنه، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ببص في النتيجه لقيت النهارده 4 في الشهر. قلت ده النهارده 4 واحنا كمان في شهر 4، ده عيد ميلاد مهران ابني الجميل، لازم احتفل بيه ونعمل له مفاجأة جميلة. وبالمرة راجع له على الرقم الجميل رقم 4 اللي هو مولود في يوم 4 وكمان في شهر 4. يلا ننادوا عليه ونقولوا له على المفاجأة الجميلة. يا مهران يا مهران. نعم يا ماما. شفت المفاجأة الجميلة اللي أنا عاملها لك؟ إيه يا ماما المفاجأة؟ النهاردة عيد ميلادك، وعلشان كده أنا عاملة لك مفاجأة جميلة. بجد يا ماما، بجد يا ماما، أنا فرحان قوي. أيوة، عاملة لك تورتاية جميلة، وكمان جايبة لك 4 بالونات، وكمان جايبة لك 4 شمعات. عشان انت عارف بقى عندك كام سنة؟ ايوه، انا كده عندي 4 سنوات. شطور. ايه ده يا ماما؟ ايه اللي على الترابيزة دي؟ دي الحاجات اللي هنعمله منها التورتة يا مهران. يلا نعدها كده، يلا بينا. ايه ده بيض. عد كده يا مهران، البيض دول كام بيضة؟ 1 2 3 4، دول 4 يا ماما، برافو عليك. يبقوا هما كام؟ 4. شاطر. وايه ده كمان؟ ده شوكولاتة. يلا دول كام معلقة دول يا مهران؟ يلا عشان نعمل لك التورتة الجميلة. دول شكلهم كده، هعدهم يا ماما واقولك. 1 2 3 4، برافو عليك شطور. فعلا دول 4 معالق شوكولاتة عشان تبقى التورتة بالشوكولاتة. انا عارفة ان انت بتحبها كده. وهنا كمان يا ماما، مش ده سكر؟ ايوة. يلا نعده كده، هنحط كام معلقة سكر؟ 1 2 3 4، برافو عليك شطور. هما فعلا 4 معالق، برافو عليك يا مهران. ايه دي يا ماما، العربية دي بتاعت مين؟ برافو، العربية دي بقى الهدية بتاعتك اللي انا جبتها لك. بقولك ايه يا مهران، يلا عد كده العجل بتاعها، نشوفه كام عجلة. حاضر يا ماما. 1 2 3 4، برافو عليك يا مهران، هما فعلا 4 عجلات، برافو. ايه ده، الحيوانات اللي انتي كنت قايله عليها واللي كان نفسي فيها. ايوه، انا جبتهم لك عشان انت شطور وعشان يوم ميلادك الجميل. يلا كده. ايه ده يا ماما، دول 4 حيوانات. اي والله، انا بحب الحيوانات دي قوي. طب بقولك بقى، قولي يلا، كل حيوان من دول ليهم كام، ليه كام رجل؟ انا هعدهم واقولك يا ماما. 1 2 3 4، برافو عليك. ايه ده يا ماما، ايه الحكاية دي؟ هو كل حاجة كده فيها رقم 4؟ ايوة، النهاردة يوم 4 وكل حاجة النهاردة فيها رقم 4، عشان احنا النهاردة عايزين نتعلم رقم ايه؟ رقم 4. مش احنا قبل كده اتعلمنا الارقام؟ ايوة، انا اتعلمت كده 1 2 3، شطور، برافو عليك يا مهران، برافو. طب يلا بقى، هقولك فزورة وانت جاوبني عليها. يلا بينا يا ماما، انا بحب الفوازير.
قولي بقى، قولي بقى السنة فيها كام فصل من الفصول؟ ده سؤال صعب يا ماما. لأ انت واخده قبل كده في الحضانة، مش احنا خدنا الصيف والربيع والخريف والشتاء؟ عدهم كده، الصيف 1، الخريف 2، الشتاء 3، الربيع 4، يعني هم 4 فصول. فعلا هم 4 فصول. طيب اخر بقى فزورة، قولي بقى الصلوات اللي احنا بنصليها، العشاء والظهر والعصر، كل واحد في يوم بيبقى كام ركعة؟ ايوة انا بروح بصلي مع بابا في المسجد، وبنصلي العشاء 4 ركعات والظهر 4 ركعات، وكمان العصر 4 ركعات. شطور يا مهرام، برافو عليك. دلوقتي بقى يلا بينا نروح نعمل التورتاية الجميلة عشان نعمله لك ونجيبه أصحابك الأربعة. أيوة فعلا أنا ليا 4 أصحاب فعلا يا ماما، عشان نحتفل ونجيب الشموع والحاجات الجميلة عشان أنت شطور. ودلوقتي بقى السؤال الجميل بتاع أصحابنا والواجب بتاعهم، هيرسموا 4 حاجات جميلة في كراسة الرسم بتاعتهم ويكتبوا تحتها رقم 4. شكرا ليكم يا أصحابي، مع السلامة.